كتاب اليوم مختلف عن كل الكتب التي تكلمنا عنها سابقاً. كتاب الإلياذة هو من الأدب اليوناني القديم، بل هو الأساس لهذا الأدب. تم جمع الكتاب في عام 700 قبل الميلاد، وتعود القصة للقرن التاسع أو الثامن قبل الميلاد. هذه الملحمة الشعرية أساساً لم تكن كتاب، ولكن هي من أشعار كان يتداولها الشعراء فيما بينهم، وكان الشاعر يجلس يحكي قصة الإلياذة لأيام كلها من الذاكرة. طبعاً اليوم إذا سألت أحد عن الإلياذة قد يذكر بعض التفاصيل التي يربطها الكثير بهذه الملحمة، مثل الحصان الخشبي وحرب طروادة وخطف الأميرة هيلين. لكن الحقيقة أن الكتاب لا توجد فيه هذه الأمور. أولاً الكتاب يبدأ بعد 10 سنوات من بدء حرب طروادة، يعني أن قصة خطف الأميرة هيلين غير موجودة، وينتهي الكتاب قبل مقتل أخيل أو أخيلس، فلا توجد قصة الحصان الخشبي أو حصان طروادة في هذا الكتاب. الملحمة هذه من تأليف هوميروس، وهو شاعر أعمى يعتقد أنه ولد في القرن التاسع قبل الميلاد، ولكن هناك البعض يرى بأن هوميروس هذا أساساً شخصية خيالية لا وجود لها. الكتاب يبدأ كما قلنا بعد 10 سنوات من بدء حرب طروادة، والكاتب هنا يضع القارئ مباشرة في أحداث الحرب، ويفترض الكاتب بأن أي شخص يقرأ الكتاب يعرف أساس الحرب وما حدث في 10 سنوات السابقة. كتاب الإلياذة كتاب طويل وبه توثيق مفصل لحرب طروادة، ولكن المميز في هذه الملحمة هو عناصر القصة. الأدب اليوناني يتميز بأنه يستخدم الآلهة كعنصر أساسي في القصة. الخط بين التاريخ الحقيقي والخيال والسحر هو خط دقيق جدا في ملحمة الإلياذة. الآلهة في هذه الملحمة هم أدوات لشرح ما يحدث في العالم ووصف تصرفات البشر فيه. حرب طروادة أساس القصة هي حرب يرى خبراء التاريخ بأنها حرب حقيقية وحدثت، وكان سببها خطف الأمير باريس من طروادة للأميرة هيلين اليونانية. وقد يكون أساس الحرب كان نزاع حول طريق التجارة ومكان مدينة طروادة المميز. الحرب هذه قد حدثت في القرن 13 أو 12 قبل الميلاد. هومر يصف الجيش الذي هجم على طروادة بتحالف يضم 150 مدينة يونانية مختلفة. الرواية التي وصلت لنا في النهاية قد تكون إضافات من الشعراء الذين نقلوا قصة الإلياذة قبل توثيقها في كتاب. وتعتبر الإلياذة هي أقدم رواية وصلت لنا في التاريخ والأساس لما يقدم بعدها من روايات حتى اليوم. الكتاب يبدأ بعد 10 سنوات من حرب طروادة. الأميرة هيلين هربت من زوجها مينيلوس اليوناني برفقة أمير طروادة باريس. الجيش اليوناني تعرض للطاعون بعد أن خطف الملك أغاممنون قائد اليونانيين وشقيق ميلينوس إحدى الكاهنات والتي تعتبر من بنات الرب زيوس. أخيل المقاتل الأسطوري يرفض المشاركة في الحرب بسبب هذا التصرف. وهنا نتعرف على آراء الآلهة في هذه الحرب، ونجد بعضهم يشارك في الحرب وطبعا لا يقتلون. ولاءات الآلهة تتغير خلال الحرب، والجميع في النهاية يعود لزوس لنقاشه حول هذه الحرب. وفي وسط الحرب يأمر زوس الآلهة بعدم التدخل في الحرب، ولكن رغم هذا يتدخل زوس بدعم هكتور شقيق باريس وأقوى محاربي طروادة. هكتور يخترق صفوف اليونانيين ويقتل بتروبيلس صديق أخيل، ويأخذ منه درعه الذي أهداه إياه ويلبسه أمام جيش اليونانيين. وهنا يقرر أخيل الانتقام ويخوض الحرب الذي قرر عدم خوضها سابقا، فيقتل أخيل هكتور ويربط جثته في عربته ويسحبها أمام مرأة أهالي طروادة. أخيل بمشاركته في الحرب حقق نبوءة سابقة تقول بأنه لو شارك في هذه الحرب فسيموت في النهاية. ملك طروادة برايم والد هكتور وباريس يلتقي بأخيل ويرجوه أن يسلم جثة ابنه، فيوافق أخيل على هذا الطلب ويعطي أهالي طروادة جثة أميرهم. كتاب الإلياذة هو نافذة للعالم قبل 3000 عام، ملحمة تاريخية حقيقية تحمل الشجاعة والحب والحرب. ولكن قصة هومر لم تنتهي بنهاية هذا الكتاب الضخم، ولكن هناك كتاب ثاني يعتبر المكمل لقصة هومر، وهو كتاب الأوديسية، وهو ما سنتكلم عنه في الحلقة المقبلة. إذا عجبك المحتوى ادعمنا من خلال الاشتراك. ممكن تشوف فيديوهات أخرى لورق من كتاب أو فيديو من مواضيع قناة ورق المنوعة.